تستمر إشكالية الطرقات بمضاعفة معاناة المسافرين في محافظة تعرضت خلال الفترة الماضية لأنواع مختلفة من الأعاصير، والتي تسببت بتدمير جزء كبير من البنية التحتية. فهذه الطريق المؤدية إلى محمية حوف لا تزال آثارها شاهدة على حجم الكارثة التي لحقت بأهم القطاعات الحيوية. ورغم ذلك ظلت الجهود المحلية مغيبة في إعادتها لسابق عهدها. على ما تشوف كلها تيام متهالكة ولم مكسرة من عند الجسر، وعلى طول مها متهالكة والطرق مبهدلة، والوقت هذا وقت سياحة يجوا من المناطق من محافظة اليمن كامل إلى المهرة، وكلها متهالكة. شوف الجسر متكسر ومتهالك، ويبغى ترميم وعشان السيارات وهذه فيه. وفي ظل الحديث عن ضعف التخطيط وعدم التقيد بالمواصفات الهندسية، يستوقف المارين هذا الجسر المعلق بأحد الأودية المؤدية إلى مديرية حوف بعد خروجه عن الخدمة منذ عدة سنوات، ليكشف حجم التلاعب وغياب الرقابة على مثل هذه المشاريع التي كان يعول عليها المواطنين. أنا من أبناء مديرية حوف نعاني، يعني بحكم أني أقود السيارة أكثر من سنة من التسعينات ورايح، ونعاني من طرقات، تكسير الطرقات و خطورة الطرقات، ويعني الطرقات غير سليمة، في مكسرات في الأسفلت نفسها، ونطالب السلطة المحلية والجهة المعنية بالأمر أن تقوم بترتيب العمل. بالنسبة للطرقات بالحقيقة نبغى طرقات، وننشد السلطة المحلية ونناشد رئاسة الوزراء. شفت له انه لانه احنا بالنسبه لنا من محافظه المهره حساسه، وما هي محافظه عاديه تحدها دول. شفت له وهي بالنسبه لنا احنا نعتبرها الجمهوريه اليمنيه الصغيره. وما بين تاثيرات العوامل الطبيعيه وغياب دور السلطات الرقابيه، يتزايد السخط الشعبي في هذه المديريه، وكذلك المسافرون الذين يطالبون الجهات المختصه بالقيام بدورها في المراقبة والمتابعة المستمرة للمشاريع الجديدة وضمان تنفيذها بشكل صحيح وفقا للمعايير المطلوبة. أحمد الحرازي لقناة سهيل، محافظة المهرة.